لكن أخطأ في تقدير في توزيع مهارته وتوزيع قدرته على الثلاث جولات. أعتقد بوجهة نظري ما توفقوا في ومدرب بتوزيع الجهد على الثلاث جولات. لدينا لقاء جديد في وزن 64 لايت ويلتر ويت، اللقاء 12 لليوم وال35 منذ بداية البطولة. اللقاء اللاعب زاكير سيف الدين في الركن الأحمر من كازاخستان يواجه منغوليا اللاعب بطار كوش في الركن الأزرق. تبدع الدول شرق آسيا في الألعاب الفردية، ما هو السر؟ والله يمكن السر يكمل على نفس ما خبرتك، يعني من الدول هذه كيرغستان، طاجكستان، أوزبكستان، هذه كلهم يمشون بطرق الأكاديميات. أنا بنفسي زرت الأماكن هذه وشفتهم، يعني دخلت مدارسهم لقيت أطفال صغار يتمرنون، يعني يدرس ويتمرن وفي أكاديمية ما يروح البيت، يعني الأكاديمية تتبناه من مصاريفه، من يعني معيشته ودراسته وتدريبه. كان يروحوا الأجازة أعتقد في نهاية الأسبوع ولا كل أسبوعين يروحوا مرة أجازة، لكن عايشين في الأكاديميات، فبالتالي أكيد راح تنجب أبطال نفس هذا. لا يعني رأينا بالأمس لاعب الركن الأحمر اللاعب زكير العنيد الذي فاز فقط بالخبرة بالبارحة. ما توقعك المباراة حيث يلعب اللاعب الأزرق؟ أظن صعد بالباي. اولا اود منك كابتن محمد ان تشرح ما هو الباي في تعريفات الملاكمه. نظام الملاكمه تجمع تتبع نظام المجموعات، نظام خروج المغلوب، عفوا نظام خروج المغلوب. احيانا يكون في الوزن ما يكون الوزن فيه عدد زوجي، يكون فيه لاعب زياده، ولا اللاعب الزيادة هذا يتأهل عن من الدور الأول للدور الثاني عن طريق القرعة، يعني يسوون قرعة واللي يطلع في القرعة هذا هو اللي يتأهل للدور الأدوار المتقدمة، أما الباقي يلعبون الأدوار التمهيدية وبعدين يلحقونه بعد ما يفوزون بالأدوار الأخرى. إذا خدم الحظ في هذه اللحظة، أحيانا الحظ يخدمك. اللاعب المنغولي شينزوريغ وتأهل بالباي لمنافسة الكازاخ القوي، لك ما يمنى هوك قوي نحو الذقن المنغولي، والحكم تطلب من اللاعب المنغولي رفع الرأس عاليا. حكام هذا اللقاء، أقصد قضاة هذا اللقاء من قرغستان وإيرلندا والإمارات العربية المتحدة، الكابتن الدولي والقاضي الدولي كابتن سلطان الوالي، وتركيا ورومانيا وسنغافورة. كابتن محمد، كلا اللاعبين يلعبان بلكمات قوية ومؤثرة، من وجهة نظرك الشخصية من هو الذي أثبت سيطرة في الجولة الأولى؟ فإذا في هذه الدقيقة 32 ثانية يستمر كلا اللاعبين بالتقدم وتحقيق لكمات قوية، لكمة خطافية يسرى من اللاعب الركن الأزرق وقرع جرس معلنا نهاية جولة الأولى في هذا اللقاء الملحمي بين منغوليا وكازاخستان. من سيكون الفائز؟ لا زال أمامنا جولتين لنعرف بعض النصائح مقدمة من المدربين في كلا الزاويتين وإعادة من المخرج لمجريات الجولة الأولى. مجموعة من اللكمات المستقيمة نحو الرأس والجذع، لا يهمل اللاعبون الآسيويون شرق آسيا ضربات الجذع المؤثرة، ولكمة خطافية يمنى قوية تتبعها مجموعة من اللكمات من الركن الأحمر والرد عليها من الركن الأزرق من أفغانستان، منغوليا من الدول القوية المشاركة في هذه البطولة.
كابتن محمد، كيف يتجهز اللاعب في للبطولة الملاكمة؟ اللاعب يتجهزون ببرنامج تدريبي يتخلله برنامج اعداد عام وبرنامج اعداد خاص وفترة ما قبل المنافسات وفترة المنافسات. اربع خطوات اذا المدرب اعدها صح يقدر يوصل بالفريق باللاعب الى البطولة ويحقق فيها نتيجة. البرمجة والتخطيط الجيد دائما ما يأتي بثمارة. نعم، فهي سلسلة من المراحل والتدريب للوصول إلى منصات التتويج. لكمات مستمرة من الركن الأحمر ويبادله الركن الأزرق باللكمات المرتدة. الرقابة في منتصف الحلقة من حكم اللقاء، وإثارة وحماس لا تنتهي. إيقاف مؤقت لإعطاء تنبيه شفوي للركن الأحمر برفع الرأس عاليا، اللاعب ذو الخبرة الكبيرة اللاعب الكازاخي. فإذا نشكر كابتن محمد مصبح على الإضافة التي أثرانا فيها ببعض المعلومات في عالم الملاكمة الهواة. نشكر كابتن محمد ونتابع أعزائي المشاهدين في الدقيقة 21 ثانية. اللاعب زكير يقوم بتسديد المزيد من اللكمات التي تؤثر على اللاعب في الركن الأزرق، وهناك لكمات مرتدة من الركن الأزرق البنغولي على وجه اللاعب الكازاخي. مجموعة من اللكمات القوية والمؤثرة. انظر إلى هذا الستايل الحماسي المتنوع من دول شرق آسيا. كلا اللاعبين يودان الحصول على الجائزة الكبرى، جائزة 10,000 دولار للمركز الأول وللمرة الأولى في منافسات الأيبة. لكمة خطافية يسرى جميلة من لاعب كازاخستان. اللاعب زكير يبدو محددا، يبدو حادا، ولديه هدف واحد وهو الفوز. واللاعب المنغولي أيضا بالمرصاد. لقاءات حماسية، لقاءات قوية، بطولة قارية أيها السادة. في الدقيقة 42 ثانية لا زالت أيضا الجولة الثانية، وعشر ثواني حتى نهاية الجولة الثانية. لكمة قوية نحو الجذع مقدمة من الركن الأزرق. لكمة يسرى خطافية قوية، والجرس معلنا نهاية الجولة الثانية وبداية فترة الاستراحة. هنا يتنافس نخبة من الأبطال في رياضة الفن النبيل، وعلى هذه الحلبة تحديدا سنشهد أقوى صور الإثارة والحماس، بل نحن نشهد فعلا صور الإثارة والحماس يوميا برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وقناة دبي الرياضية، قناة أبو ظبي الرياضية وجميع وسائل التواصل الاجتماعي. مجموعة من اللكمات القوية من لاعب كازاخستان في الركن الأحمر، اللاعب زاكير اللاعب ذو الخبرة يقابله اللاعب المنغولي بلكمات مرتدة قوية كما تشاهدون. انظروا إلى النظرات الحادة والتركيز. لا رمش، لا أحد يرمش هنا، لا وقت للرمش وإضاعة الفرص. تركيز حاد من كلا اللاعبين. ضربات، لكمات، تحمل. الجولة الثالثة، لكمة خطافية يسرى من الركن الأزرق يتبعها مجموعة من اللكمات لكن لا تحتسب حيث تقع على القفاز. لكمة صاعدة يمنى ثم يتبعها لكمة مستقيمة يمنى من الركن الأزرق الذي يبدأ بداية قوية في الجولة الثالثة. اللاعب كازاخستان يحاول إثبات السيطرة، ويمنى مستقيمة نحو الذقن الكازاخي، ولكمة قوية من المنتخب المنغولي بقيادة هذا الشاب القوي في الركن الأزرق. مجموعة من اللكمات عند الزاوية، والتفاف ودوران واستخدام للحلقة بشكل صحيح. هذا ما يوصي به الخبراء الملاكمة بالتحرك حول الحلقة وتفادي
هذه اللكمات الصاروخية والقوية. ستايل واثق من الركن الأزرق في هذا اللقاء في الجولة الثالثة. ولكمات قوية. لكمة يمنى قوية خطافية نحو الذقن الكازاخي بالركن الأحمر. انظر إلى كلا اللاعبين والإصرار على الفوز في الجولة الثالثة وبعد القضاء فيما يقارب 9 دقائق من النزال القوي والمؤثر. هذا يعطيك إشارة عزيزي المشاهد أنه قد تم التدرب لشهور عدة قبل الظهور بهذا المظهر. دقات القلب في أقصى معدلاتها، الأدرينالين في أعلى درجاته، الخوف، القلق، الحرص. الخوف يجعل منك شخص أفضل، يجعلك حذرا. لكمات قوية نحو الجذع، لكمات قوية نحو الوجه من كلا اللاعبين. يصعب تحديد الفائز في هذا اللقاء النهائي المبكر بين كازاخستان ومنغوليا، وترقب من حكم اللقاء لأي عوارض تحدث. التحام تلقائي بين اللاعبين مع إشارة من الحكمة للركن الأزرق بمنع المسك. جاب قوي ويتم الرد عليه بكروس من الركن الأزرق. مجموعة من اللكمات القوية والدوران والالتفاف من الركن الأحمر. فوت وورك. الفوت وورك تعني حركة الأقدام وهي شيء مهم في عالم الملاكمة، ليس فقط اللكمة أعزائي المشاهدين. الفوت وورك تقريبا هي لها النسبة الأعظم في عالم الملاكمة وليست اليدين كما يقول محمد علي كلاي. يقول لا تسألني كيف ألاكم بيدي ولكن اسألني كيف أتحرك برجلي. 10 ثواني حتى نهاية الجولة الثالثة والأخيرة لهذه الملحمة بين كازاخستان ومنغوليا. وفعلا روح رياضية تاتش كلافز. والعودة إلى الكورنر في انتظار the right decision من القضاء. اللاعب الكازاخي وخبرة كبيرة في السيطرة على 3 جولات ولياقة عالية ما شاء الله. اللاعب المنغولي أيضا لم يكن بالخصم السهل، كان ندا قويا ومؤثرا. لازلنا نشاهد أحداث هذا اللقاء أعزائي المشاهدين عبر قناة دبي الرياضية، يأتيكم من دبي دار الحي. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the blue corner representing Mongolia. في نظر القضاء كان المنغولي أفضل. القرار المنفصل 4-1، 4 قضاة يقررون فوز اللاعب المنغولي وواحد فقط يعطي للخبير الكازاخي لزكير. نشكر كلا اللاعبين، حظ أوفر لزكير ومبروك لمنغوليا على هذا النصر، إضافة نصر آخر إلى ملف الفريق المنغولي. صورة والاحتفال بالنصر. أعزائي المشاهدين في كل مكان عبر الأثير، هنالك المزيد من اللقاءات القوية القادمة. نحن في اللقاء 12 ولدينا لقاء قوي في وزن الثقيل قادم بين كازاخستان وإيران. انظروا لهذه اللكمات المختارة من مخرج اللقاء، لكمات قوية ومؤثرة. اللقاء في وزن الهيفي ويت 91 كيلوغرام. اللقاء 13 في هذا اليوم والسادس 36 في مجريات البطولة. اللقاء